فياضينا هاجر المطرية وبحيرة المنزل، واضطروا إلى الذهاب للعمل بالبحر الأحمر والبحر الأبيض بحثا عن لقمة العيش بعد أن ضاقت بهم السبل في بحيرة المنزل. فرجعوا لنا جثامين محمولة على الأعناق، ولذلك نقرر بمحاسبة المتسببين في ضياع وتدهور بحيرة المنزل. طيب انا هما ليه مش بيصطادوا هنا في البحيرة؟ يعني بحيرة المنزلة هي عندهم بحيرة كبيرة دايما الحكومة بتعلن ان هي تم تطهيرها، المحافظ بيقول ان البحيرة تم تطهيرها ومن حق الصياد الحر ان هو ينزل يصطاد فيها، انتوا ليه ما بتصطادوش هنا؟ بحيرة المنزلة لم يتم تطهيرها، وكل ما يقال في ذلك ما هو إلا افتراء. فإذا تم إزالة تعد اليوم تم إعادة بناؤه من جديد، والبحيرة حاليا مستولى عليها الإقطاعيين، الصياد الحر اللي هو صاحب الحق في البحيرة لم يعد له مصدر رزق.